انتشر بين الشابات أنه تؤخذ أداة حادة وينحت في الساعد اسم أو حرف من اسم من تحب، فما نصيحتكم؟ هذه معصية كبيرة من الكبائر، وينضم إليها شر آخر، وهي معصية فيها لعنة الله جل وعلا والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة، فالواشمة التي تشم نفسها أو غيرها، والمستوشمة التي تطلب من يشمها. هذا لو أنها فعلت وخزا بالإبرة ووضعت كحلا، يعني على شكل 3 حبات 4 حبات كذا، نقشة زينة جمال في يدها في ذقنها في مكان معين، يعني على أنها فقط كشيء من الجمال فقط، يعني لا علاقة لها بأي شيء، فهذه فيها لعنة الله، هذه فيها لعنة الله. فإذا انضم إلى ذلك أنها تضع اسم شخص، إن كان مثلا من المحارم أب أو أخ أو ابن، فتبقى قضية الوشم فقط ولعنة الله. وإن كان زوجها فيعتبر من ماذا؟ من نقص الحياء، لأن بارك الله فيكم معلوم ما بقيت عند زوجها إلا وهي تحبه، لكن الله عز وجل أمر بالستر، هذه علاقات زوجية تبقى في أسارها، تبقى في أسارها، ما تكون المرأة جريئة تمشي باسم زوجها في يدها ولا في حلقها ولا في كذا، يعني تعتبر من قلة الأدب ومن الجرأة التي أوجدتها أجهزة الدش والتلفاز والإنترنت. وإن كان اسم رجل أجنبي فهذه مجاهرة بالفسق، وأنها عاشقة وأن لها صديق، هذه مجاهرة بمعصية الله والعياذ بالله. فلهذا وأنا يعني متأكد أن البنات المؤدبات وطالبات العلم بعيدات عن هذا جدا، ولكن يكون مثل هذا وجده، أنا أول مرة أسمع بهذا. لكن على كل حال ينصح أمثال هؤلاء البنات، ولا يقرها أهلها، لا أبوها ولا زوجها ولا أخوها، لا أحد يقر هذه المعصية، ويجب إنكارها، يجب إنكارها. نعم بارك الله فيكم. وعلى الأولياء أن يحجزوا على بناتهم ويشدوا عليهم. يا إخوة، هذه الفترة الزمنية وهذه السنوات الأخيرة انتشر فيها من الشر الشيء الكثير، والدراسة المختلطة، ما يدري الأب إلا ويعني الأرقام الغريبة في جوال ابنته، الأرقام الغريبة في جوال ابنته، والرسائل الغريبة في جوال ابنته، وربما تشفر أسماء الأصدقاء، سهل أي اسم، صديقها سعيد صالح قاسم أي كان اسمه، تكتب تهاني فاطمة عائشة أي اسم، تأتي أمها تنظر أسماء بنات وهي قد عرفت، يعني فاطمة ونقطة، غير فاطمة بدون نقطة. نعم، علشان ما يشكل عليها الأم ولا الأب، مسكينة حتى ولا فتش الجوال ما يدري من هم. المراسلة بين البنات والشباب انتشر بكثرة،
هتكت الأعراض، هتكت الأعراض. والدراسة المختلطة لها سبب كبير، زميل هي وزميلها، حتى ولو لم يكونوا في فصل واحد يلتقون عند الدخول والخروج وهنا وهناك. المهم بارك الله فيكم، غير الدراسة. نعم، المزارع، مزارع القات، ربما تخرج وسط العمال وتأتي لهم بالأكل وتروح وتجي ومن هذا القبيل. دع عنك الدراسة في الجامعة، فلهذا انتشرت قلة الأدب وقلة الحياء. البنت ما لا حاجة للجوال في يدها، لا داعي. تزوجت تختلص زوجها، يأخذ لها زوجها جوال. بنت شابة ما تحتاج الجوال، ما تحتاج الجوال. اغضب ساعة بكها، دعها تبكي، كسر الجوال، اخفي الجوال، ابعد الجوال، لا تأخذ لها جوال قطعا. بنت شابة لمن تتواصل؟ من سيتصل بها؟ إذا لها صديقة تتصل بها، تتصل بها على تلفون أمها أو أبيها، ما تأخذ الجوال قطعا، لا لمس ولا بكشاف ولا عادي ولا جوال. خذوا هذه القضية بحزم وعزم، لا تتساهلوا فيها. الذين يتساهلون سيبكون يوما ما وسيندمون يوما ما. نعم، كم تجلس تتابع الرسائل والاتصالات وكذا، كم تجلس تتابع؟ نعم، بارك الله فيكم. ما ربما يرجع الآباء يعني يذوقون المرارة. كم من الناس ما يدري لو هناك من يدقدق الطيقان مع اتصال، ما ربما يذهب الأب أو الأخ ضحية من أجل المعاكسة، معاكسة البنات لأصحاب الجوالات. القضية خطيرة يا أيها الآباء والأمهات، اتركوا حسن الظن، اتركوا حسن الظن. نعم، اتركوا حسن الظن، هذه القضية أسيئوا ظنا ما استطعتم، واحذروا. هذه أعراض، كل واحد ينتبه على أولاده وعلى بناته. ما نتساهل بارك الله فيكم وتفتحونها هذا الباب من التساهل، والجوالات والواتساب والفيسبوك، وبعدها يا ولد اترك خذ الجوال من قال والله يا أخي ما عاد استطيع، قد ألفت عليه ويدها من زمان، وأبي اللي أخذه، أم اللي أخذته، يا فلان ابعد الجوال من يد ابنتك، قال والله قد أحرجت وتتراسل مع صديقاتها وكذا، ما أستطيع أحرجها، ما أستطيع. يا أخي ستبكي الدم بعد الدموع، خذ الجوال، خذ الجوال وشرفك مصان، أحسن مما بعد ذلك ترجع تأخذه وقد انكسر شرفك. احتضن نفسك من الآن، كن رجلا. نعم، بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.